لا والله يا وسيم بيت ده كده كتير قوي والله. خليك في مكتبك. ازيك؟ تعبك معايا انا والله. خلاص بقى احنا على الميعاد اللي اتفقنا عليه. خلاص ان شاء الله يا باشا. ماشي ماشي يا باشا. سعيد بيك والله. عليا صباح الخير. صباح النور. استاذن انا يا باشا بقى. اتفضل. معلش يا سعاده الباشا. سلام حبيبي. حبيبي والله. حسن ايه ده عليا؟ انت ايه اللي جابك هنا على الصبح؟ صدق الراجل ده زي الفل، حته الماس كده ملوش دعوه بالدنيا، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. ما صدق شافني بقى عشان اعرفه الدنيا، قلت اوريها له على حقيقتها. سلام. اه صحيح، يبقى قابليني بعد الشغل عشان اديك مفاتيح الراجل ده. يلا عد الجمايل. يا ساتر. دليلي قال لي هتحبي ترارارارا قلبي دليلي. يعني المحل مقفول من الصبح وما بترديش على التليفون؟ ممكن اعرف كنت فين؟ يعني راجع مبسوطة قوي. طب اتشطينا معاكي يا بنت. شايفه ان مش من حقي اعرف حاجه عنك؟ لا مش من حقك يا سلام. تعمل حساب للبيت اللي انت واقف فيه. ما بتمنوش دلوقتي. انت جاي في بيتنا هنا عشان تهزقنا في ايه؟ قلت لك ابعد من وشي دلوقتي ومش عايز اسمع صوتك. انت فاهم؟ وانت كنت فين؟ كنت عند الدكتور يا مراد بيه. يا مراد بيه اللي ما بتسالش فيا غير لما تبقى عايز تتسلى، ولما بتفتكرني مخك بيودي ويجي. البت ليلى دي فين؟ انا شاكك فيها. البت دي من الحواري، ما عاشتش في قصور، ما اتعلمتش اتيكيت. كنت عند الدكتور ليه؟ اسال مراتك، اسال الست هانم مراتك. اخسى عليك يابا. ازاي يعني؟ هو فاكرني اصلا؟ راجل ما بيفتكرنيش غير لما بيبقى فاضي عايز يتسلى. يتسلى بمين؟ ليلى. مخه بقى ويودي ويجيب. ليلى فين بتعمل؟ يلا نتسلى عليها. بس يحس بيا؟ لا. يطمن عليا ويعرف ايه اللي حصل برضه؟ لا. ايه اللي حصل؟ مراتك منى هانم اجرت ناس عشان يجوا يسقطوني يموتوا ابني. جم لحد هنا ولولا اهل الحاره كان زماني ميت انا وابنك دلوقتي. لو مش مصدقني انزل اسال ناس تحت. عايز تعرف انا فرحانه ليه؟ طبيعي. رحت الدكتور عشان اطمن على العيل، ما كان ممكن يموت. والحمد لله طمني انه ثابت، لسه ابني موجود. مش عايز نفرح؟ طب والله العظيم ثلاثه، والله العظيم ثلاثه، انا ما عايزه حاجه في الدنيا دي غير ان انا ابني يبقى كويس. انت نفسك قلت لي تعالي اقعدي معايا في الفيلا، انا ما رضيتش. انا لا عايزه فلوس ولا عايزه فيلا ولا عايزه قصور. أنا مش عايزة حاجة. هي عايزة مني إيه؟
الدكتور قال لي ايه النهارده؟ العيل بيحس من هو بطنه بيحس، بيفرح وبيتوجع برضه، ما هو روح زينا. تخيل انت بقى، هي لما ابنك اللي ما كملش 3 شهور في بطني في ناس كانت عايزه تموته، اعمل انا ايه؟ ها؟ ليلى مالك في ايه؟ مغص فظيع. طب ما تقلقيش، انا هتصل بدكتور حالا. لا الدكتور قال ان ده طبيعي، انا هبقى كويسه. كويسه مش كويسه، انت لازم تيجي تعيشي معايا. يا اخي حرام عليك بقى، حرام عليك، انت عايزني اروح اعيش مع مول عشان تقتلني؟ ما انا مش هسيبك تضيع مني، انت وابني. خايف عليا؟ مش هينفع تعيش معاك الا لما تتجوزه، وده مش هيحصل الا لما تولد الاول، هو ده شرع ربنا. صحيح يا ليلى، الدكتور طمنك؟ طمني يابا، طمني قوي. الحمد لله الحمد لله. عايزة تموتي ابني ليه؟ ليه؟ انت بتضربني عشان خاطر الجربوعة بتاعتك، البنت دي بتلعب بيك، البنت دي كدابة. مش هي اللي كدابة، انت اللي ستي كدابة. أهم حد في اللي بنتعامل معاهم الحاجة سكسكة، ملكة مثلث الموت في الأليوبية. لا لو الحاجة سكسكة يبقى نقابلها بقى. حاصل يا باشا، بلغتها إن حضرتك عايز تقابلها، هي بس مستنية الميعاد اللي حضرتك هتحدده. حلو، إيه تاني؟ اسكندرية أبو حمص ودمنهور، فدول مسؤول عنهم أبو المكارم. أبو إيه؟ أبو المكارم يا باشا. بالمناسبة يا باشا، أبو المكارم معلمين الكبار قوي، واللي صيته واصل في كل مكان، بالإضافة إن ليه كرامات كمان. يا ولد الجنية، يعني السكسكة دي بتاخد مننا بضاعة بـ40 مليون في السنة مثلا. بالظبط يا باشا. وابن الجنية أبو المكارم بـ250. ده بالنسبة لوجه بحري، أما وجه قبلي ومحافظاته فليه شغل تاني خالص. ماشي. وحسني فين؟ والله يا باشا حسني انا مش عارفه اتلم عليه خالص، يعني واضح كده ان هو مش فاضلنا يا باشا. يعني انا عايز اقول لحضرتك ان اللي بيني وبين حسني حاجه والشغل حاجه تانية خالص. اللي بيني وبينه ده يا باشا على القهوه، انما في الشغل فهو المعلم بتاعي وعلى راسي من فوق. ماشي. اللي اقول له يا جيمي. اتفضل يا باشا. الفيلا دي باسم مين؟ الفيلا دي يا باشا باسم اللي قاعد فيها. بالمناسبة يا باشا، في ظرف وصل لسعادتك من 10 دقايق، الظرف ده فيه كل الردود للأسئلة اللي بتدور في دماغ سعادتك. في الدرج يا باشا. ماشي. تأمرني بأي حاجة يا باشا؟ تشكرين. بعد إذن سعادتك. في ايه عالية بقى؟ في ايه؟ هو انت متضايقة ان انا ماشي معاكي؟ لا خالص، هتضايق ليه؟ امال ايه بقى؟ انت ليه ما بتحبنيش؟ وده سؤالي يا حسني. الله، طب ما قولي اسال ازاي، يمكن ما كنتش بعرف اسال او مش فاهم. بس كل الحكاية يا حسني، الحب ده حاجة بتيجي كده، ما ينفعش ان حد يقول لحد انت لازم تحبني ولا ما بتحبنيش ليه؟ شايف ان انا ما اتحبش صح؟ ده عشان ليلى قالت لك انا واطي، ولا عشان صايع، ولا عشان يعني نعمل حاجات ممنوعة؟ على فكرة بقى أنا مش واطي، وفي حاجات كتير أوي مش واخدين بالكم منها. ليلى راحت بمزاجها العوام، لما لقيت الحكاية مش جايبة همها متعنى الحبتين دول بقى، وطلعت أنا اللي واطي. يعني واحدة لابسة الحتة على الحبل ورايحة مكان كل الناس فيه اكسكيوز مي، يعني رايحة تعمل إيه؟ تدعي للإيمان؟ أكيد لأ يعني. ما سألتهاش ليه؟
سلاقة كده فجأة عملت فيها بنت ناس وحركات بلاش دي. شايفان ان انا صايع؟ طب اعمل ايه يعني؟ طب وكتاب الله؟ انا اول ما خدت شهادة اللي كان نفسي اخدها بقالي سنين عملت ايه بيها يعني؟ لفيت مصر كلها كعب داير عشان حد يشغلني ولا حد شغلني، اتزلقت بس عايز اعيش يعني انتحر. طب ايه تاني؟ مش هتزورت لي شهادة؟ طب انا مزور لك الشهادة عشان تاخد حقك من الدنيا. انا برضه عايز اخد حقي من الدنيا يا عالية. احنا كلنا شبه بعض بس محدش واخد باله من نفسه ولا شايف نفسه كويس. ما تزعلش مني يا حسن. ازعل ليه بقى؟ انا لو خدت على كلام اي حد مزعلني هموت نفسي. على فكره بقى انا لما بفكر شويه بلاقي ان انت اجدع واحد في الحاره دي. اه والله انا لولاك انت ما كنتش دخلت شركه عمي ولا كنت دخلت الدخله الجامده اللي دخلتها على وسيم دي. عارف بقى لما بفتكرك لما رحت له قلت له ان انت ابن عمي بضحك جدا. هو الا البدله اللي كنت لابسها جبتها منين دي؟ كلفاني بتاع 450 جنيه غير الجزمه الباتة والله العظيم. بجد يا حسني مش عايزاك تزعل مني. انا كل الحكايه ان انا فعلا مش قادره افكر في اي حاجه خالص، كل اللي شاغلني ان اخد حقي وبس. مش قادره افكر في اي حاجه ولا قادره حتى احس باي حد حواليا. انا عايز اخد حقي يا حسني. طب سمير اللي انت ماشيه معاه؟ ما تقولش ماشيه معايا دي. هو اديكي زعلت اه، بتحبيه طبعا، فكري فيه. لا طبعا مش صحيح. كل الحكايه ان هو مدلي ايده وانا ما اقدرش انسى ان مدلي ايده. طب انا مديت لك ايدي. بطل بواخه بقى. طب لو قلت لك ان انا بحبك هتصدقيني؟ هصدقك بس ما تطلبش مني اني احبك. عليا طب اديني اي حاجه احس بنفسي، احس ان انا عايش. فكك مني بقى. طب حسسيني بانسانيتي طيب. Mwah.